بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال هذا اللقاء القصير أحببت أن نتأمل معا مخلوقا صغيرا ضعيفا جدا، نظنه من أضعف المخلوقات. خصص الله سبحانه وتعالى سورة كاملة باسمه، باسم هذا المخلوق الذي اكتشف حديثا أنه أسرع مخلوق في الكون بين الكائنات الحية، هو الأسرع على الإطلاق حتى الآن طبعا. ولكن قبل ذلك، في قصة سيدنا سليمان عليه السلام عندما أتى إلى وادي النمل، طبعا المشككين كعادتهم أنكروا إمكانية أن يكون هناك نمل يتكلم أو يحذر أو له هذا النظام العالي التعقيد في الحياة، في الدفاع عن النفس، واعتبروا أن القرآن كتاب أساطير. لذلك جاء اكتشاف حديث جدا سبحان الله من ألمانيا. طبعا هذه الدراسات كلها أيها الأحبة للأسف لا أحد يتحدث عنها، مع العلم أن القرآن أنبأ عنها بشكل واضح كما سنرى بعد قليل. باحثون من ألمانيا سخرهم الله سبحانه وتعالى لإثبات صدق هذا القرآن بالنسبة للملحدين، بالنسبة لنا نحن نؤمن ونصدق أن كل ما جاء في هذا القرآن هو الحق. الدراسة نشرت على موقع شبيجل أونلاين المعروف عام 2019، هذا العام يعني، ووجدت أن النمل يستطيع أن يميز الاهتزازات الدقيقة جدا التي تعجز عن تمييزها حتى الأجهزة المتطورة. يعني لنفرض مثلا أن هناك نملة على بعد مئات الأمتار وأنت تسير على قدميك، الاهتزازات الدقيقة جدا والتي تحتاج إلى أجهزة عالية التطور لتقيس هذه الاهتزازات نتيجة خبط الأقدام على الأرض، هذه الاهتزازات تنتقل عبر الأرض إلى الشجر إلى النباتات. تستطيع هذه النملة التي تكون على الشجرة أن تميز أن هناك مخلوقا يأتي، أي هناك خطر. انظروا إلى القدرة الفائقة التي ميز الله بها هذا المخلوق الضعيف. طبعا هو أقوى من الإنسان بكثير. على فكرة أيها الأحبة، كل الكائنات في الطبيعة أقوى من الإنسان قياسا لحجمها. يعني النملة تستطيع أن تحمل 100 ضعف وزنها، الإنسان لا يستطيع أن يحمل وزن واحد فقط من وزنه. يعني إنسان وزنه 100 كيلوغرام لا يستطيع أن يحمل 100 كيلو إلا بصعوبة. طبعا هناك الأبطال حمل الأثقال في العالم، يمكن أن يحمل مثلا ضعف وزنه، يحمل 200 كيلو، يحمل أكثر أقل، ولكن يبقى ضمن مجال ضيق جدا ولزمن بسيط جدا وبحركة محددة جدا. النملة تمسك بفكيها بأسنانها 100 ضعف وزنها وتتحرك وتسير بحرية أيها الأحبة. إذن النملة أقوى منك أيها الإنسان على الأقل 100 ضعف. كل المخلوقات في الطبيعة حتى البعوضة أقوى من الإنسان. القفزة التي تستطيع البعوضة أن تقفزها لدى طيرانها أقوى من الإنسان 100 مرات. إذن نستطيع أن نضع حقيقة علمية يقينية أيها الأحبة، أن أضعف مخلوق على الأرض قياسا لحجمه
هو الإنسان المخلوق الأضعف على وجه الأرض، وهذه حقيقة علمية. إذا أردنا أن نقيس قياساً للحجم، فإن أي مخلوق بحجمك أيها الإنسان أقوى منك. يعني نفرض قرد بحجم إنسان أقوى من الإنسان بكثير، مخلوق أصغر من الإنسان يكون أقوى منه دائما. لذلك المخلوق الأضعف هو الإنسان. هذه الحقيقة نجدها في القرآن العظيم، قال تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. انظروا إلى التعبير الدقيق أيها الأحبة، وخلق الإنسان ضعيفا. من يستطيع أن يعبر بهذا التعبير القوي، يصف هذا الإنسان بالضعف؟ لأن الله الذي خلق هذه الكائنات الحية يعلم أن الإنسان هو الأضعف. سبحان الله. حتى إن جنين الإنسان هو الأضعف على وجه الأرض بين كل الأجنة. يعني هناك أجنة لا تحتاج أصلا لرعاية أبوين، تخرج مباشرة للحياة. هناك أجنة تستطيع أن تتحمل عوامل جوية قاسية جدا وعوامل بيئية قاسية. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي جنينه يحتاج إلى رعاية، وإذا فقد الرعاية مات، فهو ضعيف أيضا. وخلق الإنسان ضعيفا. سبحان الله. هل هذا كلام يستطيع بشر أن يقول مثل هذا الكلام، أن يحدد لنا أن الإنسان هو الأضعف، ثم يأتي العلم ليؤكد ذلك أيها الأحبة؟ طبعا البحث الجديد أيها الأحبة أن النمل يستطيع أن يميز الاهتزازات الضعيفة جدا والتي لا نستطيع تمييزها ولا نشعر بها نحن البشر، وخصوصا إذا كان هناك قطيع من الحيوانات، جنود، حركة للناس، شيء يعني فيه ضجيج معين، تنتقل هذه الاهتزازات عبر الأرض كما نعلم. حتى إن النملة الأنثى هي التي تشعر بهذه الاهتزازات وتتولى مهمة تحذير المستعمرة أن هناك خطر قادم، وبالتالي فإن هذه القدرة الهائلة لدى الكائنات، هذه النمل أنبأ عنها القرآن. ولكن قبل ذلك تقول الباحثة كاترين كرواسيا: كنا نلمس أغصان الأشجار من دون قصد، ليس هناك يعني ضرب عنيف، مجرد لمس خفيف من دون قصد، وكنا نفاجأ بالنمل بدأ بالهجوم علينا. استشعر هذه اللمسة الخفيفة، لأن هذه اللمسة تحدث اهتزازات ولكن نحن لا نشعر بها، النمل يشعر بها. فكان النمل يتعرف على مصدر الاهتزاز ويميزه ويسرع باتجاهه. لذلك أيها الأحبة، في زمن سيدنا سليمان عليه السلام، هذا النبي الذي أعطاه الله قدرات على محاكاة الكائنات الحية، كان قادما مع جنوده، أي أن هناك خيول تضرب على الأرض، وادي النمل كان هناك يعني مسافة بينه وبين وادي النمل. قالت نملة، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. سبحان الله. سيدنا سليمان وصلته هذه الذبذبات الصوتية التي أطلقتها النملة، وقد ثبت حديثا أيها الأحبة، سنخصص لقاء لذلك، أن النمل يتكلم كلاما حقيقيا يشبه كلام البشر،
هي ترددات صوتية في المجال الذي يسمعه البشر، ولكن لماذا لا نسمعه؟ لأن حاسة السمع لدى الإنسان لا تستطيع أن تميز الاهتزازات الصوتية الضعيفة. أما عندما نأتي بأجهزة تكبير يمكن أن نسجل هذه الاهتزازات. إذن أيها الأحبة، النمل ميز الاهتزاز الناتج عن ضرب أقدام الجنود أو الخيول، جنود سيدنا سليمان، فمباشرة اتخذ احتياطات، حيث إن النمل الأنثى هي التي تحذر دائما، هذه قاعدة في عالم النمل. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. الحقيقة النمل أيها الأحبة يتميز أن الهيكل العظمي الخاص بالنمل خارجي وليس داخلي مثل الإنسان. نحن عند البشر الهيكل العظمي داخل الجلد، هناك طبقات جلد تغلف هذا الهيكل لحمايته. النملة هيكلها العظمي خارجي، فعندما يداس عليها بسبب صلابة هذا الهيكل، هو ليس من الزجاج على فكرة، بسبب صلابة هذا الهيكل العظمي الخارجي فإنه يتحطم مثل الزجاج، سبحان الله. لذلك استخدم القرآن كلمة لا يحطمنكم، دقيقة جدا، واستخدم كلمة مساكنكم ادخلوا، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني أحبتي في الله، حتى النمل أعقل من بعض البشر. أنت إذا أحد أساء في حقك عن طريق الخطأ، ربما تحدث مشكلة بينك وبينه، وربما النمل يلتمس عذرا لسيدنا سليمان. مخلوق رائع، لذلك استحق هذا المخلوق أن تنزل سورة كاملة باسمه، تحمل اسم النمل، ليس عبثا. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني هذا النبي مع جنوده إذا داسوا وحطموا هذا الوادي من النمل أو هذه المستعمرة من النمل، فإنهم غير مذنبين لأنهم لا يشعرون بذلك، لم يروا ذلك. ولكن سيدنا سليمان أعطاه الله القدرة على التعامل وفهم هذه الكائنات الصغيرة، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أحبتي في الله، هذا هو النبي، كان ملكا، آتاه الله من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده. انظروا إلى تواضع هذا الملك سليمان عليه السلام، الذي امتلك من العلم ما لا يمتلكه علماء الغرب اليوم. كل علماء الغرب اليوم مجتمعين لا يستطيعون أن يفهموا ماذا تقول نملة أو كيف تتصرف، ولكن الله أعطى معجزة لهذا النبي أنه يسمع ويستطيع أن يحلل هذه الترددات الصوتية الصادرة من النمل ويفهم ما تقول. فعندما رأى هذا المشهد سيدنا سليمان عليه السلام لم يتكبر، لم يأخذه الكبر، لم يعجب بنفسه، بل تواضع أمام عظمة الخالق عز وجل وقال: ربي أوزعني، يعني يا رب أعني وأرزقني يعني مكنني وهيئ لي أسباب الشكر لك، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
وعلى والدي، لم ينسى والديه. اليوم هل هناك شاب في دعائه يتذكر والديه إلا ما رحم ربي؟ هذا طبعا إذا كان بالأساس يدعو. وسأله أن يرزقه العمل الصالح وأن يدخله برحمته في عباده الصالحين. سبحان الله، هذا هو أيها الأحبة تواضع الأنبياء، لذلك الله رفعهم إلى أعلى درجات البشر. الآن أيها الأحبة، هذه الآية فيها إعجاز آخر في كلمة مساكنكم، ادخلوا مساكنكم. لماذا مساكن؟ مع العلم أن تسمى علميا أعشاش، نست، يمكن أن تسميها أوكار، يمكن، ولكن مساكن كلمة قرآنية اختارها القرآن ليعبر بها عن مساكن النمل. تبين أيها الأحبة أن مساكن النمل مجهزة بتجهيزات دقيقة جدا لتساعد هذا النمل أن يسكن ويستقر ويعيش حياة هادئة مطمئنة. هذا النمل أيها الأحبة لديه قدرة على تعقيم اليرقات، لديه مادة يضخها، مادة كيميائية تعقم الغرف الخاصة التي يصنعها من البكتيريا المعدية مثلا. لذلك من أنظف الأماكن في الطبيعة هي مساكن النمل، أنظف من بيوتنا بكثير، لأن بيوتنا مليئة بالبكتيريا. مستعمرة النمل نادرا ما تمتلئ، وإذا امتلأت بالبكتيريا يموت النمل. حتى إن النمل على فكرة إذا شعر بنملة مريضة يأخذها ويعزلها خارجا، إما أن تتعافى وتعود أو تموت خارج المستعمرة. سبحان الله، يعني ما هذا؟ يعني مخلوق عجيب أيها الأحبة. الطهارة عند النمل أيها الأحبة، العلماء يسمون هذا المخلوق سيد النظافة الشخصية. النمل هو سيد النظافة الشخصية. دراسة مفاجئة للعلماء أنفسهم، كانوا يظنون أن هذا المخلوق قذر. الدراسة أيها الأحبة قام بها معهد ساينس أند تكنولوجي الأسترالي. إذن معهد العلوم والتكنولوجيا الأسترالي قام بدراسة مفاجئة عن النمل، حيث قام العلماء برش كمية من الفطور داخل إحدى غرف النمل. ماذا فعلت النملات؟ قام النمل على الفور بإزالة هذه الفطور من أجسامهم، وكل نملة كانت تساعد الأخرى على التخلص من الفطريات حتى تطهرت المستعمرة بالكامل خلال زمن قصير جدا. هذا السلوك في التعاون أيها الأحبة، وحب الخير للآخرين، يعني من الذي علم هذه النملة أن تحب الخير لنملة أخرى؟ هل نفعل ذلك نحن البشر؟ هل أنت تحسن إلى جارك الذي هو في مقابلك مثلا؟ هل تكرمه؟ النبي اعتبر أن إكرام الضيف أو الجار من الإيمان، لا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. طب هل أنت تكرم جارك مثلا؟ هذه نملة
تكرم جارتها بل وتزيل عنها الفطريات التي ضخها أحد العلماء لكي لا تموت، وتنظفها وتعود إلى طهارتها من دون مقابل، لم يطلب منها أحد ذلك. فكيف بنا نحن عندما يطلب منا النبي؟ بل ربط الإيمان، لا يؤمن أحدكم، حديث خطير أيها الأحبة، والله لو طبقه الناس فقط هذا الحديث لانتهت مشاكل العالم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، ليس المقصود أخيه من الأب والأم، لا، الأخ قد يكون شقيق، قد يكون أخ في الإيمان في الإسلام، قد يكون أخ في البشرية، قد يكون هناك ملحد يجب أن تحب له الخير، قد تجد إنسان من ديانة أخرى مختلف عنك، أو من مذهب آخر، أو من طائفة أخرى، يجب أن تحب له الخير وتساعده على الخير وتقدم له الخير. هذا هو الإسلام أيها الأحبة. لا يؤمن أحدكم، ربط مساعدة الآخرين وحب الخير لهم بالإيمان. من الذي يطبق هذا الحديث اليوم؟ لذلك عندما نجد هذه الكوارث في عالمنا الإسلامي يجب ألا نعتقد أن الله يظلم أحدا أيها الأحبة، يجب أن نعتقد أن الله عادل وينزل علينا بعض البلاء ليطهرنا به. الأنبياء هم أكثر الناس بلاء، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أشد الناس بلاء على الإطلاق. كل الأنبياء أوذوا، قال تعالى عن أنبيائه المتقين: وأوذوا في سبيلي. فلذلك أيها الأحبة دعونا نتعلم من هذا النمل. النمل أيها الأحبة يمتلك الدماغ الأكبر بين الحشرات قياسا إلى حجمه، فهو مخلوق ذكي جدا. النمل يستخدم إنترنت خاص به، طبعا كل اكتشاف من هذه الاكتشافات يحتاج إلى حلقة إن شاء الله، يعني في كل لقاء نخصص اكتشافا علميا وكيف أنبأ القرآن عنه. لذلك أيها الأحبة يقول الباحثون ويعتقدون أن هذه المخلوقات ينبغي أن تصنف في مرتبة البشر، ولا ينبغي أن تعامل على أنها مخلوقات بهيمية أو لا تعقل، لأن الصفات التي تتميز بها من الطهارة والذكاء والتنظيم والتخاطب والتواصل وتنظيم المرور إلى آخره تجعلها في مرتبة البشر أو مرتبة الأمم من أمثالنا. لذلك الله تعالى الذي خلق النمل أنبأ عن هذه الحقيقة، قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أمم أمثالكم، هل أنت تفهم؟ النملة تفهم. هل أنت تحقد؟ النمل لديه حقد أصلا، هذا بحث آخر. هل أنت تغش؟ النمل لديه غش. هل أنت تكذب؟ الطيور تكذب، هذا بحث آخر أيضا. كل هذه الصفات وضعها الله سبحانه وتعالى في البشر ووضعها في هذه الكائنات. لماذا؟ لأن الخالق واحد، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. بقي شيء أيها الأحبة قبل أن نختم، أن النمل هو المخلوق الأسرع في الطبيعة. وطبعا كلمة الطبيعة كلمة وهمية، يعني لا وجود لها على فكرة، نحن نستخدمها مجازا للتعبير عن عالم الكائنات الحية، وإلا هي كلمة اخترعها الملحدون ليقولوا إن الطبيعة هي التي تطور، هي التي تنظم، هي التي كذا كذا.
عندما تسألهم من هي الطبيعة يقولون لك هي مجموعة الكائنات الحية والكذا والشجر وكذا. لذلك نجد أنهم يقولون هذا الكائن طور لديه حاسة كذا، النمل طور لديه حاسة القدرة على رصد هذه الذبذبات الدقيقة، لأن الحاجة أم الاختراع بسبب حاجتها. هكذا يفسرون بشكل غبي جدا يعني. يعني أنا أنظر إلى كل من يقول إن الطبيعة أو إن هذا الكائن هو الذي صمم نفسه وطور نفسه، هذا إنسان غبي جدا. لماذا؟ كيف يمكن لكائن مثل النمل أن يطور قدرة هائلة؟ اليوم العلماء لا يستطيعوا أن يطوروا مثلها. كل علماء الدنيا اليوم ليس لديهم أجهزة تستطيع أن يعني تحاكي النمل. يعني مثلا خذوا هذا البحث أيها الأحبة، قام العلماء في عام 2018 العام الماضي في جامعة إليونز بقياس سرعة الكائنات الحية، فوجدوا أن هناك نوعا من النمل يدعى دراكولا، نمل يدعى دراكولا. هذا النمل يتمتع بسرعة إطباق لفكيه، يعني فكي النملة عندما يطبق الفكين هكذا، انظروا هذه السرعة أكبر من سرعة طرفة العين 5000 مرة، مع العلم أن طرفة العين تتم خلال تقريبا 25 جزءا من 1/1000 ثانية، 25 ملي ثانية طرفة العين. هذا المخلوق يطبق فكيه بسرعة أكبر من طرفة العين 5000 مرة، شيء عجيب جدا. يعني في عالم السيارات أيها الأحبة، نقول إن هذه السيارة مثلا تستطيع أن تقلع من السرعة 0 إلى السرعة مثلا 200 كيلومتر خلال مثلا 5 ثواني، 3 ثواني، 10 ثواني، حسب قدرة هذه الآلية وربما أكثر. النمل يستطيع أن يبلغ فكيه سرعة، انظروا إلى هذا التسارع، من 0 إلى 320 كيلومتر في الساعة. يعني النمل يحرك فكيه مثلا هكذا هكذا، يطبق سرعة هذا الفك، حركة هذا الفك تبدأ من 0 يكون ساكن وتبلغ 320 كيلومتر في الساعة خلال زمن مقداره 15 بالمليون من الثانية. تصور لو أنت لديك سيارة تستطيع أن تسرع من 0 إلى 320 كيلومتر في الساعة، سرعة هائلة، هذه سرعة كبيرة جدا، خلال 15 بالمليون من الثانية. هذا الشيء، إذن كم هذا المخلوق قوي وكم أنت ضعيف أيها الإنسان المتكبر. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله، هل يستطيع ملحد أن يتحكم بشكله أو بجيناته كما يشاء؟ الله هو الذي خلقك وهو الذي ركبك، لماذا الغرور؟ لماذا التكبر؟ لقد أيها الأحبة اندهش العلماء من دقة وإتقان هذا التصميم الخاص بعظام الفكين والآلية الهندسية العجيبة جدا لعمل مفاصل الفكين. مفاصل لديها آلية متطورة جدا، أعقد من مفاصل الإنسان بكثير. كيف تقولون إن الإنسان هو الأكثر تطورا؟ النمل
بالنسبة لقوة المفاصل والآلية الهندسية الموجودة في هذه المفاصل متفوق على الإنسان بمراحل كثيرة جدا، مع العلم أن النمل عاش قبل مئات الملايين من السنين، والإنسان مخلوق لم يمضي عليه يعني مليون أو أكثر أو أقل سنة. لقد اضطر العلماء أيها الأحبة، ربما يسأل سائل كيف عرفتم هذه السرعة؟ لقد اضطر العلماء لكي يقيسوا سرعة هذين الفكين باستخدام كاميرا تستطيع أن تلتقط أكثر من 480 ألف إطار في الثانية الواحدة. إذن الكاميرا التي استخدمها العلماء تلتقط 480 ألف إطار في الثانية، 480 ألف صورة في الثانية الواحدة. كاميرا عجيبة جدا، حتى تمكنوا من رصد هذه الحركة. طبعا أنا لدي أحد التعليقات هنا على ما يبدو من أحد الملحدين، يقول دين إرهاب. لا أدري ما علاقة هذا الكلام بما نقول، يعني نحن نتحدث عن النمل وعن عجائب النمل وكيف أنبأ القرآن عن ذلك، ما علاقة أن تقول دين إرهاب في هذا الموضوع؟ يعني فعلا يعني هناك أناس سبحان الله، يعني طبعا أسأل الله لهم الهداية، يعني أرجو من كل أخ وكل إنسان لديه مثل هذا التصور عن الإسلام أن يفكر بشكل منطقي فقط. اذهب إلى القرآن، اقرأ هذا القرآن بهدوء، ثم احكم بنفسك، اتركني من تصرفات المسلمين هنا وهناك، دعنا من قول فلان وفلان وفلان، أنا لدي القرآن ولدي سنة النبي الصحيحة. كل ما هو مكتوب في كتب التاريخ والروايات التي لا أساس لها وغير ذلك، كله هذا ضعه جانبا، لدينا القرآن الكريم أولا والسنة النبوية الصحيحة ثانيا. اترك السنة مؤقتا، اقرأ القرآن فقط، ماذا يقول القرآن؟ يا أخي حتى الآيات التي فيها قتال هي في مجال المعارك فقط، يعني القرآن الكريم فيه جزء، طبعا اضطررنا أن نخرج عن الموضوع، القرآن الكريم فيه جزء خاص بتنظيم المعارك والقتال والحروب وهذه الأشياء فقط. في مجال المعارك الله يقول لك وقاتلوا في سبيل الله، ذكرك قبل أن يقول لك من تقاتل، قال لك في سبيل الله، يعني ليس هناك قتال في الإسلام من أجل السيطرة على أحد، ليس هناك قتال مشروع من أجل احتلال أحد أو من أجل سلب أو نهب ثروات أحد. الوجه الوحيد المشروع للقتال في الإسلام هو في سبيل الله. ماذا في سبيل الله؟ أي في سبيل نشر الدعوة إلى الله، نشر هذا الدين فقط. من تقاتل؟ قال الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أين الإرهاب؟ بالله عليكم، أنا إنسان هجم علي ليقاتلني، هل أجلس هكذا أم أقاتله؟ أدافع عن نفسي. هذا هو الإسلام، الإسلام دين دفاع عن النفس، ليس فيه هجوم على أحد. ولكن هذا موضوع طبعا يحتاج إلى تفاصيل أوسع من الآن. الآن دعونا نكمل هذا البحث أيها الأحبة. أن العلماء محتارون حاليا في سر هذا المفصل لدى النمل، مفاصل الفكين، كيف تستطيع أن تبلغ هذه السرعة الهائلة، يعني من 0 إلى 320 كيلومتر في الساعة
خلال 15 بالمليون من الثانية، يعني 15 جزء من مليون جزء من الثانية. انظروا أيها الأحبة كيف يستطيع النمل أن يقوم بذلك، وما هي البرامج الموجودة في دماغه في شفرته الوراثية التي يعني تضمن له أداء هذه المهام العالية جدا. طبعا أيها الأحبة هذا الأمر يحتاج إلى مصمم عليم حكيم سبحانه وتعالى، وليس إلى تطور عشوائي وطفرات عشوائية نتيجة تكاثر عشوائي. الله تعالى يقول أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن ينفع بهذا الكلام كل إنسان مشكك أو ملحد أو ينظر إلى الإسلام على أنه دين إرهاب. ندعوه فقط أن يتأمل هذه الحقائق العلمية التي ذكرها القرآن، ويتأمل آيات هذا الكتاب العظيم، عسى أن يرى من خلال هذه الحقائق نور الإسلام ونور هذا الدين الحنيف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.